ومن ضمنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، عنده أنه إيه معاوية أسلم عمل فتح، هذه قضية مقررة ما نناقش فيها كثير، ليش؟ معروف. إيش قال رحمه الله في منهج السنة النبوية المجلد الرابع، هذه طبعة المملكة السعودية، يمكن دار قرطبة تقريبا، الطبعة الأولى 86، مؤسسة قرطبة، مؤسسة قرطبة، المجلد الرابع منهج السنة النبوية في رد على الشيعة والقدرية 428، صفحة 428، يقول: وأما قوله ابن مطهر الحلي، يقول: وأما قوله إن معاوية لم يزل مشركا مدة كون النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا، فيقال: لا ريب أن معاوية وأباه وأخاه وغيرهم أسلموا عام فتح مكة، لا ريب. قال: ما بنقش فيها، انتبهوا يا حدنا، أنت تشكك في إسلام معاوية كمان؟ شو شو شو، هذه الحقيقة التي قال عنها النووي، وهو الصحيح. الصحيح أنه أسلم عام الفتح، مش عام إيه؟ عمرة القضية، قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من 3 سنين. إيش يقول ابن تيمية؟ لا ريب، لا شك، نو داوت، ما في أي شك، هذا قال معروف. إيه طيب، نعم. وقال النووي في شرحي على مسلم في المنهاج: وإنما أسلم يوم الفتح سنة 8، هذا هو الصحيح المشهور، هذا هو الصحيح المشهور.